بمشيئة الله وتوفيقه متوجهين إلى وادي الفرسية لصيانة الخشيبة، الطريق اللي تؤدي للدعون المتجهة جانب الغرب من منطقة السشن. وبجهود الشباب إن شاء الله راح ننجز المهمة خلال اليوم بمشيئة الله وتوفيقه. طريق جبل شمس. من وين مكان العمل؟ مكان العمل إن شاء الله هذا الخشبة المسؤول على الجهد. نعم. على طول الجهد. شيء عمل بسيط من هي مكان الجباح قاتل القشتية. والسكن سابقا في المنطقة هذه في أمانه. هذا قبل الأهالي طلعوا عن طريق هذه القشبة بهذه الطريقة ما شيء تأمين ولا أي شيء. الحين إن شاء الله رايحين نسوي لهم تأمين. عشت الوالد مود عشت هذي طلعنا يوم السويب العيشية سويب العيشية؟ ايه ودعون ما شاء الله. الوالد حمود مو رايد كيف كان قبل وكيف الشغل؟ احسن تو قبل كي صعبة؟ قبل اصعب أبا أنس وقفة العمل مشكورين شباب بارك الله فيكم ملاحظاتك مو بعرف كلامي ها؟ الفريق في تقدم في إنجاز هذه الأعمال تطوعية حقيقة بيتقان